أعمارهم تتقدم وتعييناتهم تتأجل، هكذا هو الحال مع المحاضرين المجانيين والعقود الذين تظاهروا أمام وزارة التربية للمطالبة بشمولهم بقرار 315 والقاضي بتثبيتهم على الملاك الدائم وضمان حقوقهم المالية. أنا أصلاً خريجة 2010، صار لي 11 سنة وراح نطب ال 12، أنا قاعدة بالبيت ما متعينة، عندي 3 أوامر إدارية، معدلي 80 يعني عندي 20 درجة، عندي زوجي كاسب، عندي أطفال، زين كل هذا وتعيين ماكو. جينا حاضرنا صار لنا 3 سنين، عقد بالقوة طلع منهم، العقد عبالك دي يطلعوا من جيبهم، زين عقد بالقوة طلع، والعقد ما يسوى أصلا، عامل نظافة أحسن من عندنا. إحنا سنوات نداوم مجاني، أنا من 2012 أداوم أطراف ولحد هسة يلا سوونا عقد، بس العقد شقيت؟ العقد على 250 وهو أصلاً 235 يستقطعون من عنده. زين هاي 235 بيش تكفينا؟ إحنا أصحاب عوائل، إحنا عندنا أطفال، أزواجنا ما يشتغلون، زين وهسة اليوم 23 بالشهر لحد هسة الراتب ما جاي. زين هاي وإحنا نداوم يعني حالنا حال الملاك، بس إحنا أكثر من الملاك يطونا حصص. خدمتهم تمتد لسنوات طوال ولا تختلف مهامهم عن مهمة الموظف في الوزارة، وتصل أعدادهم إلى أكثر من 200,000 محاضر في عموم العراق، جميعهم تقف التخصيصات المالية عائقا أمام تعيينهم حسب حديث الوزارة. تظاهر اليوم هي تظاهر للمحاضرين المتعاقدين في بغداد اللي حاليا هم يداومون ويسدون الشواغر في كل مديريات بغداد بالدوام الحضوري. هاي الشريحة الموجودة تعاقد وياها براتب مقطوع 200,000 دينار، فاليوم هذا خروجهم انه يطالبون وزارة التربية بتعديل رواتبهم وفق سلم قرار 315 اسوة بباقي الوزارات اللي تم تعديل رواتبهم، وكذلك اطلاق درجات حذف واستحداث وتثبيتهم، ولولاهم ما ممكن للعملية التربوية ان تستمر. فهذه هي الخطوة الاولى بالتظاهرات، واذا ما تم تلبية حقوقهم فهناك خطوات اخرى تصعيدية. التظاهرة امتدت لجميع المحافظات العراقية للضغط على وزارتين المالية والتربية لضمان حقوق المحاضرين والتخلص من الفترة الطويلة من العمل بصورة مجانية. من بغداد حسن هادي، السومرية.